هذا وتتواصل الاستعدادات على قدم وساق في مدينة السلام لاستقبال ضيوف مصر الكرام من الوفود الرسمية والشخصيات والخبراء، والذين يتوالى وصولهم للمشاركة في كوب 27 من خلال مطار شرم الشيخ. في هذا الإطار يواصل المطار استعداداته وتجهيزاته القصوى لاستقبال ضيوف المؤتمر، وسط تسهيلات كبيرة لكل المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة، وترحيب كبير بضيوف مصر.